مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي، وكل عام وانتم بخير. عيد اضحى مبارك، وان شاء الله بدنا ما بعرف يعني نعيد ولا نعزي الشعب الفلسطيني واهل غزة. اجا رمضان وقلنا بركي ان شاء الله بعد قبل رمضان، بعد رمضان، قبل العيد، بعد العيد. الوضع سيء جدا في غزة، وعدد الشهداء يوميا في تصاعد، وكل اللي بنقدر نقوله انه ربنا يجيب الفرج عن قريب، وعشان يكون عيدنا عن جد عيد. في اليوم حابة يا بنات اشارك معكم بس مكياجي للعيد. احنا طالعين غدا، فهو مكياج نهاري راح يكون، ومكياج بسيط بس حلو. خلينا معكم خطوة بخطوة. المنتجات راح تكون موجودة تحت الفيديو، اذا حابين تشوفوها تتأكدوا منها تشتروها انتوا حرين، بس حط لكم كل اشي استخدمته في الفيديو هذا تحت في خانة الوصف تحت الفيديو. اول شي يا بنات بدي ابدأ احضر البشرة باني احط برايمر، هذا من Wet n Wild، وبدي احط لومينيتر بس عشان يخلوا الوجه فيه لمعة وحلو، ولا تاخذوا اظافير. بدي اروح هلا اعمل اظافيري بس اخلص المكياج، بس هاي بيعطي لمعة وكأنه البشرة هيك لونها لؤلؤي عن جد، وحلوة وصافية، وخصوصا في المطاعم وتحت الإضاءة بيبين وجهك هيك فيه لمعة وبريق بجنن. فهدول اثنين أنا بس بستخدمهم في المناسبات، مش دائما مش على طول يعني، بس حلوين كتير. فرح أبدأ أحط البرايمر أول، بحطه على إيدي. بعرف البنات بحطوا رأسا على الوجه، بس أنا ما بحب ألمس الابليكيرا لوجهي، ريحته بتجنن على فكرة. اللي بترفع غراتها لفوق تحطها على جبينها، انا ما برفع غراتي لفوق، فما رح اقرب على جبيني بس على الوجه على البشرة، بخليه ينشف شوي. بدي استنى هيك دقيقة وبعدين بحط اللومينيتر. لو ملاحظين انا مش في الحمام، لانه اكتشفت انه لانه الشباك اللي وراي الاضاءة مش منيحة في الحمام، فخلينا نحط اللومي، هذا من لوريال بجنن. ما تحطي كتير بس شوي هالقد، وعلى الوجه. يعني مباشرة هيك بتحسوا انه صار الوجه فيه لمعة ومثل البورسلين صار. شايفين كيف ما احلى؟ عن جد اضاءة كاملة للوجه، حلو حلو بشكل. اسمه لومي جلوشن، زي جلو من الجلو. بخليه كمان ينشف شوي وبعدين ببدأ استخدم الكنسيلر عشان اغطي المناطق الداكنة في المناطق اللي بدي اياها. للبنات اللي بيسألوني اذا بستخدم فاونديشن، لا ابدا ما بستخدم فاونديشن. للكنسيلر الفترة هاي قاعدة كتير حبيت نيكس السائل هذا، بستخدم بخلط درجتين، درجة 02 ودرجة 03.5، 2 و3.5 بخلطهم مع بعض، لانه هذا فاتح كتير هذا غامق كتير، وما لقيت درجة في النص. فاللي بسويه باخد شوي من هاد هون على ايدي هالقد، وكمية قدها بالضبط من اللي لونه شوي على صفار جاي، وكمان بحطها جنبها هيك. بعدين بخلطهم اثنين مع بعض باصبعي، بدمجهم وببدا باخذ منهم شوي شوي، هذا كتير بالنسبه لي، فببدا بدور على اصبع نظيف وبحط عليه شوي شوي
وببدأ أحط تحت العين. حتى في وحدة علقت على الكنسيلر في فيديو من الفيديوهات، وكان هذا هو بالضبط اللي أنا كنت حاطه، بيعطي لون هيك فاتح حلو. ببدأ أحط، ما بحطه مرة واحدة، بكومه زي ما البنات بيعملوا في اليوتيوب، بس شاطرين هدول بفراشي. أنا بحطه بأصابيعي، بس بشيل شوي شوي، ويعني ببنيه شوي شوي، مش مرة واحدة بلغوص لأنه ما بحب هيك. وبعدين باخذ كمان شوي وبمسحها، بضلني أمسح أخفف منها على أصابيعي الخطين هدول اللي هون، بحاول أطبطب عليهم عشان أخفيهم. وآخر شي الخطين اللي عند الأنف هذا، ومنه بيعمل كونتور للأنف. وبدور على أصابيع نظيفة ما فيها إشي، بمسح هون عندي أنا شوية حمار تحت الأنف، طاري ناعم كتير كأنه كريم، يعني ما بيترك هيك، مش تقيل على البشرة. وشوفوا كيف بغطي المنطقة الداكنة تغطية كاملة، وحلو ناعم ناعم على البشرة. والبرايمر اللي حطيناه قبل والجلو كمان بيعملوا، شايفين مرة واحدة هيك خلى الوجه منور وحلو. أنا بتمنى أنكم تكونوا شايفين. شوفوا هذا كله زاد، يعني مع أني بحط شوي صغيرة بس زاد، شوفوا قديه. بس يعني ممكن أحط شوي صغيرة على شفافي مع أنه ما بحب. وبأصبع وراهم تاني نضيف عطول، بشيل وخلص الباقي اللي زيادة زيادة. هلأ بدي عشان أعمل مكياج عيوني، بدي أخفي الخط اللي تحت الرموش هذا اللي تحت، عشان بيعطي وسع على العين. فبجيب قلم لونه نود لحمي، هذا من كارغو من ألتا. فببدأ أرسم على خط العين من تحت. رح أقرب أكتر لأنه في مراية ورا الكاميرا، أنا بتطلع على المراية، صعب جدا علي إنه أشوف الكاميرا. بغطي الخط هذا الرموش، ما بحطه جوا العين، بحطه على بالضبط على خط الرموش، لأنه جوا العين هيك بيطلع شوي غريب. وبس تحطيه هيك وبكون مشخبط ومكبتل. اللي بعمله انه بأضافير اصابيعي ببدأ افرده بالاضفارين، اعمل له هيك سموذينج لما تلاقيه نعم على الآخر وبطل فيه تكتلات. يعني شوفوا كل ما شوفي نتفة هيك تكتلات بشيله. فهي غطينا الخط. إذا لقيتي إنه بأصابيعك هيك شلتي، برجع بحط شوي صغيرة، بس هاي المرة مش بالأظافر، بالأصبع كله هيك بطبطب عليه، بدخله هيك بكبسه جوا في الجلد بالطريقة هاي. هلأ بدي أعمل الكحلة، والكحلة عندي خطوتين إلها. الخطوة الأولى هي بقلم، ليش ما جبته أنا؟ أنا حاطة كل المنتجات اللي بدي استخدمها هون.
ما جبته، خليني اروح اجيب القلم واجي. اول شيء بقلم كحلة لونه على حسب انا شو لابسة. انا هذا هلا جبته لونه كحلي ازرق غامق. احيانا بستخدم لون بني واحيانا بستخدم لون بنفسجي على حسب اللبس. لبسي هذا رصاصي مايل على ازرق فاتح، فالازرق بناسبه. فاللي بعمله يعني انا بدي اعمل سموكي بدون ما اعمل السمودجينج اللي هو تموه القلم. فاللي بعمله بروح بسحب العين هيك وبحط على الخط اللي فوق باللون الازرق بشكل ملخبط. انا ما بدي اكون دقيقة بالمرة، بس بدي اعبي خط فوق الرموش من الاول للاخر. ويكون شوي عريض. مثل هيك. وكمان العين الثانية. هذا القلم من لوريال، ناعم كتير ولونه حلو. هون شايفة انه حطيت شوي، زودت. ممكن تمسحيه هيك بايدك. اوكي، خليني ازود هون. فكأنك حاطة قلم لونه كحلي. بس ما خلصنا هون. بنروح هلا بنجيب القلم السائل، وانا لسه بعد بستخدم نكس. بروح وبرجع على ماركات غالية وبرجع. هذا احسن قلم، لونه اسود داكن مطفي، بضله طول اليوم، ما بتزحزح بالمرة ولا بسيح ولا بسيل ولا اشي. فهلا القلم هذا بدنا نكون شوي فيه دقيقين. قلم الكحلة التب تبعه it's a felt tip، زي مش ريشة، هو هيك يعني حلوة راسه. كمان برجع بسحب عيني، وهلا ببدأ اعمل الوينج اللي برا، وكمان الدبانة هي جننتني عن جد. كمان بضربات هيك بسيطة بسيطة، خطوط صغيرة صغيرة صغيرة، بكمل لما اوصل لقدام وبرجع بزبط. برجع عليه مرة تانية وبزبط، بنعم الخط، بخليه ستريت. لما اجي عند الاخر هون شوي صغيرة بس بسحبه لفوق مثل هيك. و الناحية الثانية نفس الشيء، بسحب عيني شوي وببدأ بالوينج اللي برا بزبطه، وبعدين خطوط صغيرة 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 على خطوط الرمش بالضبط. أنا عندي هون في حسنة بغطيها بقلم الكحلة السائل هذا، وبكمل لقدام. بس اللي قدام بده يكون شوي رفيع مش زي اللي ورا. وبعدين برجع بزبط، بنعم الخط للآخر وبسحب اللاين، وبتأكد انه عملتهم اتنين زي بعض زي بعض. هيا لاحظوا انا مش رح اعمل ولا اشي في حواجبي، لانه حاطة غراتي، هي منزلة الغرات عليهم ومفتحاهم مشقراهم، فما بدي اغمقهم. على الشعر هذا ما بدي حواجب غامقة بالمرة، بدي كله يضلوا اشقر وناعم هيك المكياج. فهاي الكحلة، يعني ممكن اذا بدك هيك تسحبيها اكتر شوي، ومن هون كمان الوينج على حسب انتي قدي حابة انه يكون طويل ودراماتيك. يعني هيك انا بالنسبة لي كتير حلو. شايفين؟ بعد هيك على طول بدي احط الماسكارا. والماسكارا انا بحط اتنين فوق بعض.
الطبقة الأولى بحطها هذا مايبلين، والطبقة الثانية هو كمان مايبلين بس هذا واتر بروف ضد المي. فخلينا، ما بدي غراتي يخربوا، بس انتوا عارفين بديت أعرق، بس لما نطلع برجع مرة تانية بعملهم بالسشوار. الفرشاية تبعته شوفوا جايين جاية كيف هيك لفوق. ف حلوة المسكيرة هاي، اتنين مع بعض بيعملوا الرموش هيك كثيفة وطويلة، وبيوزعوها بخلوها هيك مثل المروحة شكلها. هاي أول طبقة بالمسكيرة هاي. في المسكيرة خدي وقتك وتأكدي إنك مغطية كل شعرة من الأول للآخر، ومشطيهم يمين ويسار هيك عشان بس تفرديهم الرموش يكونوا حلوين. قبل لا تنشف المسكارة على طول بالتانية هاي اللي هي الواتر بروف، هاي شايفين كيف شعراتها هيك مفرقين، هاي كمان بتعمل افكت هيك شوي دراماتيك. وبما انه الطبقة هاي التانية هي واتر بروف، ما بينزل ولا بيسيح ولا بيخرب، مع انه لو تشوفوا الدنيا قد ايه حر برا وشمس ونار عن جد. وهي كأنه الواحد عن جد مركب رموش، حلوين كتير مع بعض شايفين. هاي بالنسبة للعيون. هلا خلينا نعمل بلاش وليبستيك وخلص خلصنا المكياج. هلا بالنسبة للبلاش جديد، هذا نازل على فكرة بنات من نيكس، كتير حبيته عن جد. صار لي هلا من اول ما شريته ما بستخدم غير هو، بستخدم هدول اتنين مع بعض. هذا لحاله اصفر كتير وهيك اصفر يعني، وهذا بينك فاتح، فانا فرجيكم كيف بخلطهم مع بعض. وهذا حلو انك تحطيه باصابيعك عن جد، اذا بالفرشاية رح يلغوص كتير، بالاصابيع بجنن. شوفوا كيف شكله، واسمه بارر ميلت يعني ذوبان الزبدة، وهو مثل الزبدة. شوف كيف، بدي افرجيكم على اصبعي، تاخدي شوي منه تطلعي شوفي قد ايه بيجمنتد. فعشان هيك عشان كتير عنده بيجمنت، فانا زي الكنسيلر باخد على ايدي، وبعدين هذا اللي على اصفر بحطه شوي تحت هيك وبسحبه لفوق، واذا بدي كمان شوي برجع باخد كمان وبمسحهم هيك مع بعض، وبحطه هيك لورا، وبعدين بجيب اللون الثاني البينك وباخد كمان. شايفين ما احلى، نزلين مجموعة ألوان كتيرة. أنا يعني بما أنا قلت بس بدي أجرب، جبت هدول اثنين بس رح أرجع، وجايبين كمان برونزر كمان رح أشتري منهم. وهذا باجي على قدام من هون وبسحب لورا، بيعطيك هيك كأنه يعني وجهك من الشمس، كأنه يعني حمار طبيعي من الشمس. فإذا الأصفر هيك
والبينك فوقه، وبأصابعك هيك ضلك امسحي، بيطلع كتير كتير حلو كأنه لون من الشمس يعني طبيعي. هلا آخر اشي بالنسبة لللبستيك، كمان انا بعدي بستخدم ميبلين اللونج ستاي، هذا الليكويد يعني هو المفضل عندي بصراحة. خليني اول شي بحطه تحت، بس ما بروح للاخير هون، وبمسح شفايفي مع بعض، وبعدين بحط فوق وبطلع هلا شوي فوق الشفايف. I outline it، بحدد فوق الشفايف بدون ما استخدم ليب لاينر، هو لحاله. بخليه ينشف دقيقة واحدة وبرجع بحط طبقة تانية، مرة دقيقة ونشف، برجع مرة تانية بعمل نفس الخطوة اللي عملتها قبل، وبعدين بطلع برا حدود الشفة بشوية صغيرة بس. بيطلع حلو طبيعي، بيعطي تغطية كاملة، ولا كأنه يعني شفايفك واقفين هون، كأنه كل هذا شفايفك. وهذا كان كل اشي عندي يا بنات اليوم، هذا مكياج العيد لليوم. هلأ ما حطيت، لما لو انتبهتوا لما حطيت الكنسيلر حطيتها بس تحت عيوني، ما حطيتها فوق لأنه برا حر كتير وشمس، وإذا حطيتها فوق راح يخطط شو ما عملت راح يخطط. فأنا جفوني لونهم غامق، بني غامق، فكأنه أنا حاطة آي شادو. إذا بتطلعوا وتنتبهوا كأنه في آي شادو بني، ولما حطيت الخط الأزرق هذا كأني يعني عاملة شغل في الآي شادو، بس هو طبيعي جدا يعني، بتمنى أنه يكون على الكاميرا مبين. فبس حطيت الخط الأزرق بالكحلة، وبعدين فوق هالخط الكحلة الأسود اللي مزبط، والمسكرة طبقتين، وهي هذا كل إشي. هدول المنتجين إذا عن جد طلعة هيك مرتبة، إحنا طالعين هلأ في النهار طالعين نتغدى، بس لما كمان حتى تحطيهم في الليل، هدول اكتشفتهم جديد، بنتين حكوا عنهم على التيك توك وشريتهم وجربتهم، وعن جد مبهورة فيهم على الآخر. فهدول حلوين كتير، بخلوا مكياجك ووجهك كله هيك منور، وعليه في جلو حلو هيك لؤلؤي لونه بجنن. فكل عام وانتم بخير. انا مبسوطة كثير انه اليوم العيد، لكن في نفس الوقت حزينة جدا على اهلنا في غزة، وبتمنى انه يعني ربنا يفرجها عليهم عن جد عن قريب. ما بدي ابكي، بس ان شاء الله ادعوا لهم، ادعوا لهم في صلواتكم، ادعوا لهم في كل وقت وانتم بتاكلوا. وعيد اضحى مبارك. انا حنان ثابت، بتمنى لكم دائما وابدا احلى وامتع الاوقات.